ثابته وخضاع الضربات الثابته مع ملك الضربات الثابته الكابتن تامر بدوي. اتفضل يا كابتن تامر. الكورنر رقم 4. كابتن تامر بقى نروح لفاصل علشان يلا ما تاخدش وقت. لا لا هم دقيقتين ولا اخد فاصل ونرجع. انا هوري لك بس اللعبه بتاعت مباراه الترجي والكورنر بتاع امبارح هم كوبي بيست. طب يلا. وانا داخل ابو السعود كمان ايه قال لي ده انت شارحها بالظبط. يلا نعرضها. ده الكورنر رقم 4 بتاع الاهلي اللي احنا كنا شرحناه وتنفذ فيه مباراه الترجي فاكر. ايوه. في واحد اللي هو عمرو السوليه او حمدي فتحي بيقطع على القايم القريب وفي اتنين يقطعوا على القايم البعيد. اللي بيقطع على القايم القريب بيطلع فوق وبيلمس الكوره للناس اللي قطع على القايم البعيد. الكورنر علي معلول هينفذه. الصوره اللي بعديها طلع حمدي فتحي والكوره على راسه اهو ومحمد شريف وبدر بنون جايين من رقم 13. بدر بنون جاي في ظهر محمد شريف عشان يقطع على مرتين واحده على القريبه والتانيه للعيب تاني. مظبوط. ماشي. نروح بقى للكورنر بتاع امبارح اللي معانا الفيديو بتاعه. طبعا دي معز بن شريفيه لما لحقها ودي حمدي فتحي اهو وده الكورنر بتاع امبارح. هنمشي وهي على راس اللعيب اوف. بس ده مين اللي طلع لمسها؟ ده بدر. لا 13 بدر. ارجع سنه كمان وبين الرقم اللي على التيشيرت بعد اذنكم يا شباب. فيش زومين كده ولا حاجه. ارجع سنه. غالبا بدر. ده بدر 13. مين اللي جاي من ورا مش متراقب ومين اللي ورا؟ ده قفشه اللي واقف اللي رجله الشمال على خط السته اعتقد. واللي جاي مكمل من ورا مين؟ كهربا. نزلت كويس ان هو ما اعتمدش على قفشه وحط ولحق يحط بطن رجله الشمال فيها. فاذا الكورنر ده متفق عليه في النادي الاهلي ويبدو ان تاكيس ما لحقش يدرس. الراجل بقاله قبل الماتش بيومين ما لحقش يدرس الضربات الخداع بتاع الضربات. معلومات برضو ما كانتش متوفره قوي. يعني. خلاص بقى. ماشي.